ما زلنا بنتأمل في موضوع في غاية الأهمية. أعتقد إنه مين فينا مش محتاج إنه يسمع ويتعلم عن الإيمان، لكن أقدر أقول إنه بدون شك ولا واحد فينا مش محتاج مش إنه يتعلم عن الإيمان، لكن يختبر الإيمان يعيشه. مظبوط. تعالوا نقرأ لأهل التعزير من عبرانيين 11، جزء قرأناه في المرات اللي فاتت، نقرا مره تاني. ربنا كده يثبت الكلام ده في عقلنا. واما الايمان فهو الثقه بما يرضي والايقان بامور لا ترى، فانه في هذه شهد القدماء. بالايمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمه الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. من نفس الأصحاح نقرأ عدد 27 والكلام عن موسى. خلونا نقرأ عنه من عدد 23، نشوف كلام جميل اتقال عن موسى النبي، ازاي إنه الإيمان أنتج بطولات في حياة موسى. بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن فرعون، وفضلا بالأحرى أن يذلل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقت بالخطيئة حاسبا عار المسيح. غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازات. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. أمين. الله يبارك فينا هذه الأقوال المقدسة. طلع لي بقى السلايدز بتاعنا، نراجع بسرعة. قلنا انه الايمان موضوع كبير، في انواع كتير للايمان في الكتاب المقدس. ففي ايمان التوحيد، لا اله الا الله، لا اله غيره، مفيش غيره اله. وفي هذا الايمان شاركنا ناس كتير، حتى الشياطين ايضا تشاركنا فيه. هناك ديانات كثيره تتفق معنا وتؤمن انه مفيش اله غير الله الواحد، لا اله الا الله، مؤمن وموحد بالله. بس خدوا بالكم، هذا النوع من الإيمان الشياطين بيشاركونا فيه، فالشياطين أيضا يؤمنون ويشعرون. الشياطين يعرفوا إنه مفيش إله غيره. وعلى فكرة هقول لكم على حاجة تانية، عشان في ناس مسيحيين يقول لك أنا اتولدت مسيحي فأنا مؤمن إن يسوع المسيح هو ابن الله الحي. جميل. ومعتقد انه هذا الايمان كافي انه يوديه السماء. في يوم من الايام الرب يسوع في ايام جسده مش قابل مع واحد عليه ارواح نجسة كتير عددهم لا يجيبون. فاكرين القصة مجنون كرة الجبريين؟ الشياطين قالوا عن المسيح ايه؟ انت ابن الله. إذا الشياطين اعترفت ومؤمنة إن يسوع المسيح هو الله. مظبوط ولا مش مظبوط؟ فاوعى تفتكر إنك لأنك بس وصلت عند المعرفة دي وآمنت إن يسوع المسيح هو الله يبقى أنت كده خلاص. هذا هو إيمان التوحيد. هذا هو إيمان الشياطين. لكن خذوا بالكم، هذا الإيمان لا يكفي لخلاصنا. هناك إيمان اسمه إيمان الخلاص، يعطيه الله بالنعمة للي يفتح قلبه ومش بس يقتنع أن يسوع المسيح هو الله، لكن يدخل في علاقة وشركة. المسيحية يا أحبائي ليست دين، واللي عايز يحول المسيحية لدين بيبعد الناس عن المعرفة الحقيقية وعن الخلاص، بيديهم مخدر. أي غفران يا جماعة؟ يعني كل واحد
كل البشر عارفين ان في عندهم خطايا وذنوب، وكل واحد بيحاول يدور ايه الحل، ايه العلاج للمرض بتاع الخطيه اللي عندي. اوعى تكون مخدوع وماشي ورا عقائد وطقوس وفاكر انك لما تتبع العقائد والطقوس دي وتمشي بحسب الشريعه دي انت هتخلص. لانه اي غفران للخطايا مش مدفوع فيه ثمن غفران وهمي. اي غفران مش مدفوع فيه ثمن غفران وهمي. واسمع بقى، علشان مرات كتير ناس كتير شوهوا صورة ربنا في ذهننا. ربنا عنده صفات أساسية تعمل معا، ومفيش صفة تعطل صفة. الله كلي الرحمة، مظبوط، وكلي العدل وكلي القداسة. هل الثلاث صفات دول ينفع يشتغلوا مع بعض، ولا في صفة ممكن تغلب على صفة؟ احنا مرات كتير تعجبنا فكرة انه رحمة ربنا فوق العدل. ما ينفعش، ده تشويه في سورة ربنا. لو ابن ربنا عنده زيادة في الرحمة اكتر من العدل، معناها ان ربنا عنده ناقص ورحمته زايدة، وده خطأ، ده خلل. ما ينفعش ده يتوافق مع البشر. انا ممكن في موقف ابقى رحيم وفي موقف تاني ابقى عادل. الرحمه تنادي بالغفران للانسان، والعدل ينادي بالقصص، مظبوط. لو ربنا رحم من غير ما يطبق القانون يبقى رحيم بس ما يبقاش عادل. ولو ربنا طبق القانون وحكم بالموت وبالهلاك للإنسان يبقى عادل، واحنا نستاهل بس ما يبقاش رحيم. طبقة بسيطة سهلة جدا، ما يحطش قانون خالص، ما يقولش إن أجرة الخطية موت، يبقى مش قدوس. لو ربنا غمض عينيه عن الشرور والخطايا يبقى ربنا مش قدوس وبيتساهل مع الخطية، يبقى إلهنا ده فوضوي. أروع ما في الإيمان المسيحي إنه بيقدم لنا صورة كاملة جميلة عن الله، إنه قدوس ورحيم وعادل، ولا بد إن الثلاث صفات دول يشتغلوا مع بعض في نفس اللحظة دون أن تتغلب صفة على الأخرى. ولو ما عرفش يعملها يبقى مش ربنا. لكن لأنه الله فهو يقدر ويستطيع إنه يكون قدوس ورحيم وعادل في نفس الوقت. مفيش حل للقضية دي في أي دين في العالم، في أي فلسفة في العالم، غير اللي بتقدمه لينا كلمة الله. لأن الله القدوس حكم على الخطية، أجرة الخطية موت. ولو وجد القانون وما تنفذش يبقى ربنا، يعني لو ربنا قال أجرة الخطية موت يبقى قدوس، ولو ما نفذش القانون يبقى مش عادل. الفرق بين البلاد اللي احنا عايشين فيها هنا والبلاد اللي احنا جايين منها، اوعى تفتكروا ان البلاد دي فيها قوانين وبلادنا ما فيهاش قوانين. اكتر بلاد فيها قوانين البلد اللي احنا جايين منها، بس المشكله ان ما تتطبقش. لما بنزل مصر اقول لهم الحقيقه بيضحكوا علينا ويقولوا لنا امريكا بلد الحريه، ده مصر هي بلد الحريه. تركب العربيه انت حر، الاشاره خضراء حمراء صفراء، انت حر، اعمل ما يحفظ في عينيك. امشي في قانون، في اشاره حمراء، يعني لو الاشاره احمرت وقفت اللي وراك يشتمك، واقف ليه؟ ما تمشي. فانت حر تركن في اي حته، تبقى البتاع احمر وممنوع ويكاتب لك يافطه كبيره كده انه ممنوع تقف هنا، وتلاقي كل العربيات ايه؟ صف اول وصف ثاني وصف ثالث، يعني عادي، ما في حريه. ففي قانون لكن ما فيش تطبيق. او اقول لك على حاجه ثانيه،
او القانون يتطبق على اللي احنا عايزين نطبق عليه القانون واللي تبعنا. انتوا عارفين ان في ناس بسبب الثقافه دي فاكره ان ربنا كده عنده خيار وفاقوس. عارفين خيار؟ انا عرفت موضوع الفاقوس ده وانا كنت دايما اقول خيار وفاقوس مش فاهم ايه الفاقوس لغايه من قريب الحمد لله قالوا لي ايه هو الفاقوس. ربنا ما عندوش خيار وفاقوس ولا عنده كده يبقى مش عارف. لا انا هسيب الوعظه واروح ادور على الفاقوس بعد الاجتماع اقول لك ايه هو الفاقوس. الله القدوس وضع قانون يتناسب مع قداسته، اجرم الخطيه وموت، ولو حط القانون اقل من كده يبقى مش قدوس يبقى بيتساهل مع الخطيه. ولو حط القانون وما نفذوش يبقى قدوس بس ما يبقاش عادل. لو حط القانون ونفذه يبقى قدوس وعادل ما اقدرش اقول انه رحمه ربنا فوق عدله. ما اقدرش اقول غلط لما معناها انه رحمه ربنا عند ربنا عنده زياده في الرحمه ونقص. رحمه ربنا كامله وعدل ربنا كامل. على اي اساس ربنا بيقول لواحد انا غفرت لك خطاياك؟ على رحمته ولا عدله؟ شوفوا الآية الجميلة في رسالة يوحنا. رسالة يوحنا الأولى عدد واحد أصحاب واحد عدد تسعة. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. مرة حد بيملي فقال له قول الغفور الرحيم. فالتاني قال له لا 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 اللي تتناسب بها فهو الحكيم العليم. فبص الراجل اللي بيكتب اكتب كلامك ولا كلام تمام كلام يعني يتناسب اكتر. لو انا جاي اقول ربنا سامحني انا جاي الجاي مسنود على رحمته ولا على عدله؟ مش كده؟ ده انا اللي يخوفني كمذنب. يعني لو انا واقف قدام قاضي مرتكب خطا ما اقف اقول له انا مستني عدلك ولا انا مستني رحمتك؟ معلش صح؟ انا غلطان. الغلطان المخطئ دايما بيدور على الرحمه. بس خدوا بالكم وشوفوا الايه بتقول ايه؟ ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل. طب قول امين ورحيم. قول غفور رحيم. ان اعترفنا بخطايانا فهو غفور رحيم حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا. ده تبقى يعني جميله صح؟ بس هو بيقول هنا ايه؟ امين وعادل. عارفين ليه امين وعادل؟ امين وعادل. عادل اخذ حقه، امين ما ياخدش حقه مرتين. اخذ حقه من المسيح على الصليب. ما ينفعش يجي ياخده من يا رب انا جاي واقول لك سامحني وانا مسنود على عدلك انك خدت عدلك خدت الدفع ثمن اللي انا عملته على الصليب. سامحني على اللي انا عملته. انا جاي ومسنود على عدلك لان انت امين وعادل اخدت حقك ومش هتاخده مره تاني مني وعشان كده جاي بقول لك سامحني. شفت روعه كده عشان كده الغفران اللي بيقدمه الايمان المسيحي غفران حقيقي لانه مدفوع فيه ثمن. مش غفران مبني، مش مبني على كلمه، مش مبني على فكره، لكن مبني على عمل حقيقي تام في ملء الزمان. هذا ايمان خلاص. يعني لو فتحت قلبي ليه وقبلته خلصت. اللي لو قفلت قلبي ونشفت دماغي هتكون النتيجه ان هيجي يوم وهقف قدام الديان العالم وهيدني. عارفين هيدني ليه؟ عارفين ايه هي الدينونه؟ ايه اللي هيدني؟ هيدني مش لاني عملت خطايا، انا فعلا عملت خطايا واستحق الموت،
بس وهذه هي الدينونة. أن الله أن الله إيه؟ أحسن ها؟ لا مش شفتوا مش فاكرين الآية. هذه هي الدينونة. طلعوا يوحنا ثلاثة. في مين كان كتاب المقدس؟ يا رب سامح اللي ما جابش كتاب المقدس. بس
بس الإيمان والثقة يختلف فيه مؤمن عن الآخر. هذا الإيمان هنعرف بكرة نعمة ربنا، يعني هذا الإيمان مكافئ. هناخد المكافأة على أي نوع من الاثنين؟ إيمان الخلاص يودينا السماء، بس إيمان الثقة ينتج فينا بقى سلوك وأعمال وأمور كتير جدا تشهد على ربنا نتكافئ عليها وناخد بيها مكافآت في السماء. عشان في ناس كتير يا مسيحيين يا إنجليين على السماء رايح عنياني وتجدد وتمدد على رأي الأخ مونيس جاريس وخلاص بقى احنا رايحين السماء وكانوا القضية خلاص رايحين السماء يعني خلاص. لا لا، ده احنا عندنا في بلان كبير، انت عندنا شغل. والا كان اول ما الواحد يفتح قلبه ويسلم نفسه وحياته للمسيح الرب يعمل ايه؟ ياخد بقى ويبقى يا سلام انت خلاص. امال هو سالبني ليه بعد كده؟ في رساله، في خطه، هو عايز يظهر في حياته اخلاقه تبان فيا، سلوكه، فكره، مشاعره، حياتي منين ما اروح تبقى اعلان وشهاده. عشان كده قلنا انه هناك اوقات بنجتاز فيها بقى، لما بنجتاز فيها هنا يبرز عدم ايمان الصدق. اتكلمنا امبارح عن اول دايره هي دايره غير المفهوم، لما بنمر بالظروف اللي بقى مش فاهمين اللي بيحصل معانا ده ليه؟ ايه يا رب؟ انت ليه بتعمل كده؟ ده ابنك، ده حبيبك، فاكرين موسى؟ فاكرين ابراهيم؟ ها؟ فاكرين الفتية الثلاثة؟ مرات كتير ناس فينا بيبقوا واقعين في الدايرة دي، دايرة غير المفهوم، هو مش فاهم اللي بيحصل معانا ده ليه؟ أعطينا سؤال، اللي بيحصل في العراق ده ليه؟ اللي بيحصل في سوريا ده ليه؟ حد فاهم يقول لنا يا ناس؟ ها؟ مرات كتير يبقى عندنا أسئلة، ليه؟ ليه ده بيحصل؟ أنا مش فاهم. لكن وسط ما انا مش فاهم انا مصدق يا رب، انا واثق ان مفيش حاجه بره ايديك، انا واثق ان سلطانك على الكون وانك ملك عظيم وان السماء كرسيك والارض موطن قدميك وانك متصلب في مملكه الناس، كل ما تشاء تصنع في السماء وفي الارض وفي كل مكان، وانه من ذا الذي يقول فيكون؟ انا واثق فيه، انا واثق انه كل حاجه امر للقدر، انا واثق انك انت السيد. مصدق ده حتى لو كنت مش فاهم، حتى وان كنت مش فاهم اللي انا بجتاز فيه ده ليه ولغايه امتى؟ احنا دايما عندنا سؤال ليه؟ طب لغايه امتى؟ صح؟ مظبوط؟ انت بس قول لي الظرف اللي انا فيه ده هينتهي امتى وانا اتحمل يا سيدي؟ على الاقل كل شويه اصحى الصبح الاقي فاضل قد كده زي ما هيتعدي، انما ابقى كده مش فاهم. انا اصعب حاجه مرات ابقى راكب جنب حد وسام انا مش عارف احنا رايحين فين، فكل شويه اسال هو فاضل كتير؟ هو فاضل كتير؟ واحنا مرات كتير نعمل زي الزوجه الزنانه اللي تركب جنب جوزها وكل شويه تقول له حمرا خضرا صفرا. مراتك بتعمل معاك كده؟ خد بالك مش عارف ايه كده خلاص بقى يا رب انا وان كنت مش فاهم انا رايح فين، وان كنت عندي اسئله كتير مش قادر الاقي اجابه عليها، بس انا مصدق انا هقعد في الكرسي اللي وراه أغمض عيني وأنام، لأن اللي بيقود السيارة شخص أنا واثق فيه. اللي بيقود حياتنا، اللي بيقود حياتنا شخص يستحق إني أضع ثقتي فيه، حتى وإن كنت مش فاهم. أحكي لكم على اختبار والد صديق ليا، كان في كلية الطب وكان متفوق جدا، بيطلع الاول على الدفعه كل سنه. وفي اخر سنه سنه البكالوريوس ولاسباب خاصه الاساتذه مش عايزين يطلعوه الاول على الدفعه عشان ما يتعينش معيد في الكليه.
سنة في الامتياز جه في آخر سنة وسقط وهيبقى عنده دور تاني. وفي الوقت ده التقدير اللي اتحط في الشهادة مش تقدير السنين كلها لكن تقدير يعني هيتحط في الشهادة بعد ما كان امتياز كل سنة هيبقى مقبول ودور متأخر. وزعل جدا وكان مؤمن حلو جدا وبيحب ربنا وكان يعني فصعب عليه جدا ليه؟ ده انا بحبك وبخدمك وانا مجتهد وبذاكر وكل سنه بطلع الاول على الدفعه. واهم سنه يعني لو كل السنين اللي فاتت طلعت المواد والسنه خدتها في سنتين ثلاثه بس جيت في السنه دي وجبت الامتياز هو ده المهم. ليه يا رب كده؟ احد تعب خالص في الفتره دي وصعب عليه جدا من ربنا وحالته الروحيه ضعفت ما كانش فاهم ليه؟ لكن دفعته واصحابي اول ما اتخرجوا وفي السنه دي اول ما اتخرجوا طبعا يروحوا رايحين على فين؟ على الجيش. كل الدفعه بتاعته راحت الجيش ودخلوا الجيش وكان بدات بعديها على طول مباشره حرب 48 وكل دفعته راحت الحرب وكلهم بدون استثناء لم يرجع منهم ولا واحد. اخونا ده رجع لربنا حق اخطأت فأنا أسدد فيا سلام لو كنت جبت امتياز كنت أنا فيه لكنك أبقيتني لغاية النهارده لأن ليك في حياتي رسالة. أنا بشكرك لأنك أنقذتني واللي أنا ما كنتش فاهم ده ليه كان لخير وأنا مش عارف. إخوة الأحباء هناك أمور كتير في حياتنا بتحصل بيجي علينا وقت نبقى مش فاهمين ليه يا رب بتعمل بس الجميل اننا لما بنفهم بيزيد ثقتنا في ربنا اكثر نقول له فعلا يا رب انت حبيبي ما ابعد احكامك عن الفحص وطرقك عن الاستبصار يا رب لكل كمال رايت حبك اما وصيتك فما يسع انت عظيم جدا يا رب انت عظيم جدا. بس الجميل بقى والاجمل انه يبان ثقتي في ربنا وتشجيعي وفرحي وسلامي مش بعد ما افهم لكن حتى وانا مش فاهم. لانه حتى وانا مش فاهم ثقتي في ربنا هتخليني انجز المهمه دي واحقق الغرض بسرعه. وده اللي شفناه في حياه يوسف اللي كان بيعكس مجد المسيح وده اللي شفناه في تجربة وامتحان إبراهيم اللي كان بيعكس العمل الفدائي اللي هيجي بعدين من غير ما ياخد دور بالهم في أيام ما فيش فيها كتاب ما فيش كتاب مقدس بين الناس كانت حياتهم هي الإعلان عن المسيح وعن عمله في المستقبل. وأنا عايز أقول لكم إنه في ناس كتير حوالينا مش بيقروا الكتاب المقدس وما وصلش ليهم الكتاب المقدس والإنجيل ما راحلهمش وقت الغرض بس كل واحد فينا بيتقابل معاهم يجب ان يكون حياته غير. هل فيك يرون يسوع؟ الناس ممكن ما يوصلهمش كلمه الله لكن شايفين حياتك هيشوفوا محبه المسيح من حبك ليه هيشوفوا عطف المسيح وحنانه من عطفك وحنانك هيشوفوا غفران وتسامح المسيح من غفرانك وتسامحك للاخرين هيشوفوا الخير اللي في المسيح من الخير اللي بتعمله معاهم. ده اللي الناس هيشوفوه وده اللي الناس لما يشوفوه حياتهم هتتغير. دايره غير المفهوم الدايره الثانيه بتاعت النهارده كل دي مقدمه تحسبونيش انا رجعت اللي فات هحاول اجري بسرعه يعني. الدايره الثانيه دايره غير المنظور. ايه بقى دايرة غير المنظور ده؟ شوف لما الدنيا تسود في عينينا تماما ونبقى مش شايفين ليها حد. يعني تجيبها يمين تجيبها شمال ما تنفعش. لما يبقى الواقع مرهق واللي عينينا شايفاه اسود. حد فينا مر القناة بتاع قرر أمور مر بالحالة دي
يجيش علينا الكلام ده، لكن اخواننا بتوع كوالالمبور عملوا ايه لما الدنيا اسودت في عينهم؟ ما بقولهاش حاجه. لما يروح للدكاتره ويقول لهم ما فيش في ايدينا حاجه، لما تدور على شغل في كل مكان وما تلاقي وخلاص قفلت بالضبط والمفتاح مش شايف الكتاب، بس هم بيقولوا كده. لما تلاقوها يعني لما يبقى الواقع اللي احنا عايشين فيه صعب صعب مستحيل، هنا يبرز عمل ايمان الصدق. يا رب صحيح اللي عينيا شايفاه صعب، صحيح الواقع اللي انا فيه واقع مر، بس انا مصدق انه في حقيقه تانيه عينيا دي مش شايفاها، بس عينين ايماني فيها. تعالوا نشوف قصص في الكتاب. احب نحب الحكايه دي انتوا، وانا عشان اصحصحكم وما تزعلوش مني كل ما اجيب فكره اقعد ادورها على ايه؟ الحكايه عشان تثبت الحكايه في ذهننا. في يوم من الايام ملك ارام في حرب مع اسرائيل، وكل ما ملك ارام يحط خطه يلاقي ملك اسرائيل كشفها. فراح ملك ارام جامع الرجاله بتوعه وقال لهم في فلسطين جاسوس، حد كل ما نحط خطه يروح قايل لملك اسرائيل عليه. راح واحد قال له لا لا يا جلاله الملك، ما تشوف كلنا مخلصين جدا ليك. المشكله مش في انه فيه جاسوس في فلسطين، المشكله في انه فيه نبي في السامره هناك يقدر يعرف ايه اللي انت بتقوله وبتفكر فيه وانت نايم على سريرك في اوضه نوم. ده ايه المرعب ده؟ مين ده؟ قالوا له النبي اللي في السماء، ابعته هاتهولي. راح باعت كيش بمركبات تقيله وراحوا حصروا السامرة، المدينه اللي فيها أليشة. وكان وقتها تقريبا في دوسان، راحوا صحي الخدام الخادم اللي بيساعد رجل الله يفتح الباب، بص لقى حوالين البلد جيش رهيب، قلبه وقع في رجليه وركب خبطت، بس جالك الموت. هو كان تارك الصلاة، هو ده كان تارك الصلاة، بس ليش ما كانش تارك الصلاة؟ الحق يا رجل الله. فرجل الله بس ما تخافش ما تخافش، ايه الواقع؟ الواقع جيش بمركبات تقيله لملك اراد جايين عشان ياخدوا اليشع. لكن رجل الله اليشع صلى، صلى قال له ايه؟ يا رب انقذنا من ارام وجيشه. لا يا رب يعني نزل نار تاكل كل الجيش ده. لا عارفين صلى قال ايه؟ يا رب افتح عيني الغلام. انت مش شايف، انت ما عندكش اصل الايمان ده بيدي عينتين. حلو عينتين دي غير العينتين اللي عندنا. العينتين اللي عندنا دول زي اللي كل اللي عند ناس اللي بتشوف الواقع، بس في عينتين للايمان تانيين يشوفوا امر اخر. يا رب افتح عينين الغلام. ولما صلى له الرب فتح عينيه فشاف بقى ايه؟ اوه، جيش من الملائكه موجود لحمايه رجل الله بمركبات اكتر، وقال له انه اللي معاه اكتر من اللي علينا. هناك جيش من الملائكه موجود لحمايتك يا مؤمن، هناك جيش من الملائكه مكلف بخدمه العتيدين ان يرثوا. اخوه الاحباء، فتح الرب عينيه الغلام، شاف جيش من الملائكه موجودين لحراسه أليشع. وأول ما شاف الغلام هذا المشهد الجميل اتشكر،
بكيفي اهو يعني ايه انت ايه الشر ده في عندنا في الكتاب حاجه زي كده طب مش بس كده كملوا القصه علشان ما بقوش شايفين تعالوا انا هقودكم خدهم رجل الله وراح اعمل لهم وليمه كبيره صلى ان عينهم تتفتح فتحوا عينهم لقوا نفسهم قدام مين؟ قدام الراجل اللي عايزين ياخدوه ويقتلوه الراجل ده عامل لهم ايه؟ وليمه كبيره ولما اكلوا وشرب قطعه الفم استهلاك ايه؟ لا هو عامل لهم وليمه الجيش وليمه كبيره كسب بقى احنا جايين نقتلك وانت بتطعمنا فتحت لنا عينينا وبتطعمنا رجعوا ولم يعد جيش ارام يدخل اسرائيل تاني طول الوقت ده ايه اللي حصل؟ إنه صلاة أليش على الرب لا إنه خادم إن الرب يفتح عينيه علشان يشوف شيء واقع آخر غير الواقع ده اللي عينينا شايفاه مش كل الحقيقة في ترتيب بتقول كده اللي بتشوفه عينينا خدوا بالك أنا ما بقولش اللي بتشوفه عينينا وهم اللي عينينا بنشوفه حقيقة بس مش كل زي ما انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه هناك امور فيها حقائق يعني هناك ديانات اخرى فيها حق صح بس مش الحق مش كل الحق عشان كده كل الحق هنا قال المسيح مش انا طريق وحق وحياه لكن انا الطريق والحق مفيش طريق غير ومفيش حق غير ومفيش حياة إلا فيه لازم نبقى فاهمين في واقع آخر في جزء تاني من الحقيقة لما تكتمل الصورة قدام عينيا الأمر يختلف مش هقدر أشوف الواقع التاني ده غير بعينين الإيمان مش هقدر اشوف الامر التالي ده غير لما عينين ايمان تتفتح وصلاتي مع اليشع النهارده لينا كلنا بما فيهما يا رب افتح عينين افتح عينين افتح عينين ايماننا يا رب علشان نشوف الحقيقه علشان نشوف الواقع التالي اللي احنا مش واخدين بالنا منه في يوم من الايام موسى بعت 12 واحد عشان يروحوا يكتشفوا الارض اللي الرب وعدهم بيها ربعوا من 12 10 منهم قالوا له ولا نقدر نقرب ده المدن محصنه جدا والناس اللي هناك عمالقه ده احنا وقفنا قدامهم كده بصينا نفسنا على هنا نفسنا كاننا كلب جراد كنا في اعيننا وكذلك في اعينهم كلب جراد يعني دول يدهسون ما نقدرش نمتلك الارض ما نقدرش ندخلها ما نقدرش نروح ولا نمتلكها المدن المحصنه والناس اللي هناك عارفين حسوا بيه فاكرين المسرحيه بتاعت ما تقدرش مش ما تسمعش برافو عليك ما تسمعش مسرحيه كنت مرتاحينكم ولا لما يبقى واحد كده سفروت كده واحد تاني عملاق يقول له هضربك يقول له ما تقدرش يا بطل ده نفخ فيك طيارك ده اللي حسوه شعب اسرائيل قدام العمالقه اللي رايحين يحاربوه بس اثنين بس قالوا احنا قادرون على امتلاك يشوع وكان ليه قادرون؟ عشان عندكم عضلات عشان اقوياء عشان عندكم ذكاء وخطه تقدروا لا لانه الرب احنا قادرون على امتلاكها لان جماعه ربنا مش لاننا نقدر لكن لان هو اهل الايمان اهل ثقه الايمان لما يبقى الواقع صعب وغير المنظور والمنظور اسود لكن عين الايمان تدينا نور لواقع تاني جديد يخلينا متشجعين ومرفوعين مسنودين مش على قدراتنا ولا امكانياتنا لكن مسنودين عليه هو واثقين فيه هو
ان الواحد صادق وما بيرجعش في كلامه، انه لما يقول يخفي الله مش انسان علشان يكذب ولا ابن انسان علشان يندم، عندما تخرج كلمه من فيه يقول. هو اللي قال كن الايمان يخليني اشوف غير المنظور، الايمان يفتح عيني على شيء تاني. في واعظ اسمه جول اوستين عندنا في امريكا قال حاجه حلوه، من الحاجات الكويسه من ضمن الحاجات الكويسه اللي قالها، قال حاجه حلوه قوي. احنا مرات كتير لما بتحصل معانا مشكله نروح ندخل لربنا نحكي لربنا عن المشكله، قد ايه المشكله كبيره. قال لا، جرب تعمل حاجه ثانيه، بدل ما تكرم ربنا على المشكله الكبيره كلم المشكله عن ربنا الكبير، هتلاقي المشكله بتعمل ايه. بس احنا مرات كتير نروح جايبين عدسه مكبره ونحط المشكله، فاللي تبقى قد كده تبقى ايه وندخل يا ونبكي قدام ربنا. طب ما تعكس، ما تجيب ربنا ها وتكلم المشكله عن ربنا اللي يقدر بكلمه يغير الواقع. يقدر ولا ما يقدرش؟ الشمس ايه حجم الشمس بالنسبه للارض؟ بس انتوا عارفين ايدي دي لما اطلع بره الشمس تضرب في عينيا اروح اعمل كده؟ ايدي دي لان ايدي جت بيني وبين الشمس، فايدي حجبت الشمس. مرات كتير المشاكل تحجب رؤيتنا اننا نشوف الرب. انا مش شايف الرب لان في مشكله، لان جايب المشكله بيني وبين الرب. اعكس بقى، هات الرب بينك وبين المشكله، مش هتشوف المشكله اصلا. وصلت؟ لما المشكله لما الواقع بتاعك يبقى صعب جدا استحضر ربنا قدام عينيك. الايمان يخليك مش شايف المشكله لكن شايف الرب اللي اقدر من اقوى مشكلتك. علشان نبقى مدركين لازم نفهم انه في واقع عينينا دي شايفاه، وفي واقع اخر في عالم اخر روحي عينينا مش شايفاه. صح؟ في عالم روحي اخر ولا مش كده؟ فاكرين قصه ايوب؟ حلوه قصه ايوب، نحكي قصه ايوب. احنا المفروض نخلص كده. طيب كنت لسه ثلاثه، انتوا هتاخدوا ايوب وغير ايوب بقى، ده لسه قدامنا وقت، ده انتوا مصدقوني انتوا برنامجكم ده جميل قوي. طيب لما نقرا سفر ايوب يبقى لنا صورة عن مين هو أيوب. راجل غني جدا. بالمناسبة ثروة أيوب حد فاكرها؟ كان عنده 7000 من الغنم و 3000 جمل. تعرفين إن الجمال في الجمل كان هو العربية التراك أو الناقة أو الطيارة أو السفينة. بتاع سفينة في الصحراء مش كده؟ ف 300 جمل سوى 3000 جمل يعني 3000 سفينة بتنقل البضائع. متخيلين حجم التجارة بتاعة أيوب؟ و7000 إيه؟ غنم و1000 بقر، 500 فدان بقر، فدان البقر يعني بقرتين، ف500 إيه؟ وقد إيه؟ 1000 و500 حمار. والحمار حضرتك في الوقت ده كان العربية بتاعت الأيام، كانت المرسيدس بتاعت ال، فعنده 500 عربية الراجل يعني. شفت الصورة بتاعت الراجل اللي في فرنسا اللي رافض يركب العربية وراكب على الحمار، بيستخدم حمار في فرنسا؟ حاجة مش كده، فالحمار وسيلة انطلاق اللي كان في الوقت ده. طيب مش موضوع ده. غنى أيوب، كان غني جدا جدا أيوب، عنده 10 أولاد، 7 أولاد و3 بنات. ويقول الكتاب عن ايوب انه كان رجل كامل ومستقيم يتقى الله ويحيد عن الشر. ثلاث مرات في اصحاح واحد واصحاح اثنين شهاده ربنا
وشهادة الكل وشهادة الروح القدس وشهادة الكلمة عن أيوب إنه رجل كان يتقى الله، رجل كان ومستقيم يتقى الله ويحيد عن الشر. تتقفل الصدام، تتفتح على الواقع والمشهد الآخر في عالم الروح. الله جالس على عرشه في محضره، والشيطان جاي بعد ملف في الأرض علشان يعمل إيه؟ يشتكي، وجاي له الشكوى ويشتكي، والرب يقول له هل أنت قلبك على أيوب؟ مفيش واحد زيي في كل الأرض، كان ومستقيم، اتقى الله ويحيي على الشر. قال يعني هو ببلاش. مش طب له ربنا ايه؟ ما هو له انك مخليه غني. واحد ربنا وانت مديله 7000 من الغنم، و3000 جمل، و1000 بقر، و500 حمار، وعنده 10 اولاد، ما يبقاش ليه كويس وبيحبك وماشي معاك. ده اللي بيقوله الشيطان. طب يعني عايز ايه؟ نشيل منه دول ونشوفه بقى ساعتها اذا ما وقعش فيه وشتمك في وشك ما بقاش انا الشيطان. طب اتفضل روح وريني هتعمل ايه. شوفوا الغريب، حاجه فعلا حاجه غريبه. السبائين طلعوا هجموا على العبيد بتوعه، عنده عبيد كتير كمان، احنا ما قلناش كمان عنده عبيد كتير قديم، الكتاب ما قالش عنه من كترهم خدامين عنه. هجم السبائين راحوا واخدين الغنم وقتلوا العبيد وما فضلش غير واحد فاهم. كله مات. انت يعني اللي موت الكل سبب انت عشان تيجي تقول لي الخبر السيء ده؟ ما كان خلص عليك على الاقل ما كنتش سمعت الاخبار السيئه دي. قال رايح جاي يقول لايوب ان السبائين هجموا خدوا الغنم وقتلوا العبيد وما فضلش غيرك وجيت عشان اقول لك. مفيش وراه جاي له التاني. نار من السماء نزلت واكلت لكم خد البقر والحمير، ودول نار من السماء نزلت وغمصت على الغنم وموتت كل العبيد وما فضلت. يعني النار اللي نزلت من السماء ما عرفتش تخلص عليك معاهم، سابتك انت عشان تيجي بس وفضلت انا واحد. مفيش. والتالت جاي قالوا الكلدانيين طلعوا على الجمال اخذوا 3000 جبل بالبضائع اللي فيهم وقتلوا العبيد وفضلت انا وجيت عشان اقول لك. الرابع جاي ولادك كان عيد ميلاد ابنك الكبير، العشره متجمعين في بيته بيعينوا، جت رياح ضربت اساسات البيت وقعت عليهم ماتوا كلهم وفضلت. يعني البيت اللي وقع معرفش يخلص عليك انت الراجل عشان ما تجيش في يوم واحد. خسر ايوب كل شيء الا مراته. انتوا متخيلين اب واحنا مرات كتير على فكره بنظلم مراته ايوب. انتوا متخيلين اب وام يخسروا كل ثروتهم في يوم واحد وولادهم العشره يدخلوا في صناديق قدام عينيهم. لكن أيوب يقول الخير أكبر من عند الرب والشر أكبر، الرب أعطى. ويطلع وتتقفل الستارة على الأرض في الواقع المرير ده. إيه رأيكم؟ واقع مظلم؟ هذا المنظور مش كده؟ وتتفتح الستارة في العالم الآخر، في عالم الأرواح. الحضرة الإلهية ليك الشيطان، ها عملت إيه التقرير؟ أيوب كامل ومستقيم اتق الله ويحيد عن شر، بالرغم من انك اخذت كل ده. ما اصل كل ده جه في اللي حواليه وبيجي في الريش. دي مش آية في الكتاب برضه. كل دي ضربات حوالين أيوب، بس امتى بقى أيوب يعني يقع فيك ويقطع علاقته بيه وكده؟ لما تيجي الضربة في
هو. طب هتعمل ايه؟ يلا انا هدمرلك جسد وهحبط نفسياته ومعنوياته تماما، لكن الرب قال له احذر انك تيجي عند نفسي عند روحي ما تموتوش. ونزل الشيطان ضرب ايوب في جسده وضرب ايوب بالقرع ومرض جلد من راسه لهامه راسه لخمس اعضاء، لدرجه انه من المرض كان بيحط جسمه بالحجاره. مرض صعب لعين. مراته جت قالت له انت لسه متمسك بربنا؟ عملت لنا ايه ربنا علشان تتمسك بيه؟ العيان وراح، تحويشه العمر كله راح، كل اللي عندنا راح، وادي صحتك. ايه اللي جاي من ورا ربنا؟ اللي ترجم في العربي ما قدرش يكتب الكلمه اللي جت في العربي. قالت له في العربي بارك الله وموت، هي في العبري العن ربنا وروح انتحر. هتعيش تاني؟ ما هو المرض اللي جاله ملوش شفاء. مرض جلدي لعني صاحبي بيتعذب، هيفضل كده لغايه لما يموت. طب انت خلاص، انت لسه بعد متمسك بكلامك، خلاص اقطع علاقتك بربنا، العن ربنا وروح انتحر. لاحظوا معايا، مرات ايوب قالت كده يعني لا مش مرحبا، احنا يا اما نطلعها وحشه قوي يا نطلعها لا، يعني انسانه فقدت الامل والحياه. صح؟ شافت انه الواقع اللي منظور. ايه رايكم في المنظور ده؟ صح؟ مش كده؟ بس الغير منظور حاجه ثانيه. انت بيعني الشيطان بيشتكي والرب جالس على الطريق بعدين يغفر إيه لنا هذه القصه. زاد وكمل لما هم اصدقاء ايوب علشان يعملوا ايه؟ يعزوه. لا لا، ويا ريتهم ما عجبوش. واحنا البشر كده، يا سلام لما واحد يقع. ايوب يقول لهم كلكم معزوم. واحد جه قال له اسمع، ربنا عارف واللي انت فيه ده اكيد عملت عامله سودة وربنا بيخلصه منك. كلمه حلو يا رب، بيقول ربنا عادل، بس هو ده كان دي الحقيقه. التاني جه قال له ايه؟ اسمع بقى، ده زرع وحصاد، اكيد انت زرعت اسود وطبيعي انك تحصد اللي انت زرعته، وطبيعي ان الحصاد اضعاف الزرع. واحد قال لا، ده ربنا، ده ربنا حنين، ده لو هتحصد على قد اللي انت زرعته، ده اللي انت حصدته اقل من اللي انت تستاهله. دول جايين لكم مالين، صح؟ جايين كملوا عليه، يعني مش بس اللي هو فيه بتاع لكن هو الواقع صعب. اهو ده المنصور. بس فضل ايوب متمسك بالرب، وبعد ما خلص كلامه مع اصدقائه ابتدى يكلم ربنا، وابتدى يدور على اجابه. هو مش فاهم. خدوا بالكم، ايوب هنا في دايره غير المفهوم وفي دايره غير المفهوم. مظبوط ولا مش مظبوط؟ الاثنين اجتمعوا في ايوب هنا، وابتدى يسال ربنا، عايز اجابه من ربنا. طب لغايه امتى؟ صح؟ وايوب اتمنى الموت، اتمنى ما كانش يتولد. ها؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ لكن جه الرب جاوبه؟ لا، اداله اصحاحين مليانين اسئله. اجابه الاسئله دي كلها ان انا اله قدير، انا اللي عملت الكون ده كله. هو مين اللي ضابط حركة الكون؟ هو مين اللي بمين اللي عمل؟ مين اللي عمل؟ مين اللي عمل؟ أسئلة. بس الإجابة بتاع كل الأسئلة دي إنه حكمتي اللي عملت كده. ولم يجيب الله على أيوب. ليه؟ ما فهموش. لكنه بعد كل الكلام ده وبعد ما انتهى الواقع ده، ما
والإيمان خلى أيوب تتفتح عينيه على الرب نفسه وانتهت الأزمة. يجي في آخر الموقف وآخر الخطاب يقول له بسمع الأذن سمع تعالى أما الآن ده كل معرفتي عنك زمان كانت ما كنتش أعرفك. ده واقع اللي أنا فيه ده الواقع الأسود اللي أنا فيه ده الواقع الغير مفهوم والغير منظور اللي أنا كنت فيه ده دلوقتي خلاني أشوفك أنت بصورة أحسن. قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك. ولما صلى لأجل الأصدقاء ورد الرب سأل طب هو سؤال يا رب أيوب هيعيش قد إيه تاني بعد كده؟ علشان اللي عمله طول حياته 7000 بدل 3000 جمل 1000 بقرة 500 حمارة والعبيد الجديد هيعيش تاني قد إيه يعمل الكلام ده؟ وبعدين ولاده 10 لاحظوا معايا شيء في غاية الجمال قالوا لما الرب رد سأل رب غير الضعف بقى عنده 7000 من الغنم لكن بقى عنده 14000 بقى عنده مش 3000 جمل لكن بقى عنده 6000 جمل بقى عنده مش 1000 بقرة لكن بقى عنده 2000 بقى عنده مش 500 حمارة لكن بقى عنده 1000 وحبيب كتير والرب عوضه عن أولاده اللي ماتوا واداله 7 أولاد وثلاث بنات ويقول الكتاب ان الثلاث بنات كانوا اكبر من كل البنات اللي موجودين في كل الارض. وايوب قبل ما يموت ادى ميراث للكل وادى ميراث للبنات كمان. اهو ده اقدم سفر في الكتاب المقدس. وربنا بيعلم وبيساوي بين الرجل والمراه حتى في الميراث. واحد يقول لي الله طب اداله الضعف في كل حاجه، طب ما كان اداله 14 ولد وسته بنات. لأنه اللي فاته ما بقوش هو في الفردوس في الفردوس فردوس فقط افتح عينك مش على الواقع اللي انت عايش فيه شوف الواقع اللي عايش اطلع على فكرتين الفكره الاولانيه اعلم أن هناك عالم آخر في مملكة تعمل وتحارب تعمل ضد وتحارب. عارفين مملكة الشيطان صح؟ وفي الشيطان عمال بيشتكي عليه. في حرب في جيش فاكرين جيش أرام؟ وفي الشيطان بيشتكي ده في العالم الآخر مظبوط؟ صح ولا لا؟ طب الشيطان عنده مملكة منظمة في أفسس الستة تعالوا نشوف كده يقول إيه طلعوا أفسس الستة فإن مصارعتنا عدد 13 عدد 12 فإن مصارعتنا ليست مع دم ولا حد يعني اللي بيحاربنا مش جيش إحنا شايفينه لأنه في عالم غير المنصور مصارعتنا ليست مع دم ولا بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الضر مع أجناد الشر الروحية في السماويات السماويات عالم الروحية. طيب ايه مملكة الشيطان؟ الشيطان عنده رؤساء وكل رئيس تحتيه سلاطين وكل سلطان تحتيه ولاة وكل ولاة عندهم أجناد شر. شفتوا المملكة هذه مملكة إبليس. إبليس تحتيه يا رب ردوا عليا رؤساء دول اللي علاقتهم مباشرة مع مين؟ مع إبليس. أوكي؟ إبليس فوق خالص على قمة الهرم تحتيه مجموعة من الرؤساء كل رئيس تحتيه مجموعة من السلاطين كل سلطان تحتيه مجموعة من الولاة كل والي تحتيه مجموعة من جيش من أجناد الشر جنود شر. وعلى فكرة بيديروا العالم
ينفذوا الشغل بتاعها بالطريقه دي. فكندا عليها رئيس. ما معروفش كده؟ كندا عليها رئيس. البرتا عليها سلطان. ادمونتون عليها والي. البرتا بيتش مليانة برونشان. وبعدين عندهم سيستم من الاتصالات. لا تقول لي انت عندكم ايه التليفونات اللي لا تقول لي ايفون ولا تقول لي سامسونج ولا لا ولا دول. وبصوا حاجة ما بيناموش 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع شغل. انا من النوع اللي يسهر انا متاخر واصحى بدري. فكان عندي في مصر في الكنيسه اللي كنت داخل فيها شخص ينام بدري ويصحى بدري. فانا بقى ادخل انام الساعه 4 4 ونص هو يصحى الساعه 5. ويصحى الساعه 5 كله بيته نايم فمش لاقي حد يتكلم معاه. فاقول لك اكلم مين؟ اكلم نفسي. فانا نايم ماليش ساعه ابص الاقي التليفون بيرن اتخض. الو ايوه يا عم فلان في حاجه؟ يقول لي ايه يا سيس انت نايم والشيطان صاحي. طب اقول له صح انا نايم يا عم سيس انت لسه داخل انام ده ما كملتش ساعه. اصحى يا سيس الشيطان صاحي. يا عم هو روح على جسد شغال ما بيموتش. عمال بيقلب الاسره على بعض الزوج على الزوج والاولاد على الاباء والناس على بعض. وعمال يشتكي. بس الايمان يخليك تصدق ان وسط الحرب دي في اجناد شر صح؟ بس في جيش من الملائكة. افتح يا رب عينينا عشان نشوف ملائكتك اللي مرسله لخدمتنا اللي بتتسلك حواليك. لا مش بس كده. ملاك واحد في يوم من الايام قتل 185,000 صح؟ ملاك واحد كفاية. بس حتى الملاك ما يطمنناش. في يوم من الايام موسى قال للرب انت ما قلتليش مين هيمشي قدامك. قال انا هبعت ملاك قدامك علشان الشعب ده صلب الرقم. لو الشعب غلط انا هيحمي غضب. قال له لا ما ينفعناش ملاك. يا لا ملاك ده. في يوم ملاك جايب رسالة لراجل كبير عجوز يقول له يعني هتخلف مراتك هتخلف وبتاع. ما صدقش. راح عمل له ايه؟ قال له طب انت خلاص. قال له مش هترضى. انت عارفين لو مشي ملاك مع الشعب كل ما واحد يغلط يعملوا ايه؟ ده يخلصه وده يعميه وده يطرمه وده يشيله وده يعني كان الشعب وصل عنده عهد. والملاك يتحمل. الملاك ما يتحملناش. لا ان لم يسر وجهك امامك فلا تصعد. حزينه كده. الشيء الجميل ان الايمان في دائره غير المنظور يخليني اتشدد واتشكى كاني ارى مش ما لا يرى. بصوا هنا. شكرا. موسى هرب خرج من مصر مرتين. المره الاولانيه عمره 40 سنه بعد ما قتل مصر خرج هربان خالد. المرة الثانية وهو عمره 80 سنة خرج ترك مصر غير خائف من أمر الملك. ما كانش خائف من الملك لأنه تشدد. إيه اللي شدده وخلاه يقف قدام فرعون ويتحدى الكل وأعظم مملكة في ذلك الوقت؟ لأنه كان يرى من لا يرى مش ما لا يرى. من شخص ما شيء كان شايف مين؟ شايف الإيمان يخليني في عالم أنا بجتاز فيه في ظروف صعبة يخليني أشوف في غير المنظور من لا يرى الرب نفسه.
الايمان اللي يخليني اشوف الرب معايا في الاسماء زي ما فيديا شافوه اللي اتكلمنا عنه امبارح في الاتوبيس، زي ما دانيال اختبر ملاك الرب اللي بيسد افواه الرسول، زي ما يوحنا في جزيره بطمس شاف القديم من الايام. الايمان يخليني اصدق انه في اله، اله السلام نفسه سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. انا ليا اله هو. الايمان يخليني بصدق وسط الواقع اللي انا بعيش فيه مهما كان صعب ان انا ليا اله عظيم. الايمان يخليني شايف الله في الازمه، شايفه معايا، شايف رفعني، ماشي بيا، معدي بيا، انا مش معديها لوحدي. يمكن ما عنديش اجابات، يمكن مش لاقي لها حل، بس انا عارف انه معايا. لست اعلم ما قد يكون في غيري، لا اعلم، لا اعلم، انا مش عارف بكره في ايه، بس انا مصدق ان رب بكره معايا، انا مصدق انه ماسكني في ايدي وانه معي كل الطريق، وانه عليه سهران علي، وانه ما بينعس ولا بينام. انا مصدق، انا مصدق مهما كان الواقع بتاعي صعب، انا مصدق ان اللي معانا اكثر. انا مصدق ان هو معايا وانه سندني وانه شايلني وانه هيعبر بيا الازمه وانه هينقلني لبر الامان. يمكن المنظور صعب، ويمكن في غير المنظور في حرب وفي شكاية، بس الصورة تكتمل لما أعرف إن أنا ليا إله قدير. في غير المنظور معايا واخد باله مني، ما بيغمضش لحظة. هو ده الإله اللي محتاجين من جديد نحط ثقتنا فيه، اللي محتاجين من جديد نقول يا رب بجد ثقتنا معاك. أنا واثق فيك، أنا واثق فيك، مش لأن الواقع بيقول إنه كويس، لا، بس أنا واثق فيك إنك النهارده تفتح عينين إيمان، مش أشوف الواقع بس، لكن أشوف غير المنظور، أشوفك أنت، أنت الذي لا يرى، فتشتت.